لكن هو مرت ليه هسه ما يحكي. اها شفتوا بويا وروح يد تنوفا يا شغلتكم بيها انه يا طلابت انه انه شنهي عمي انه تنصب المبتدا او ترفع الخبر عمي ماكو بابا علمنا انا وسوزي قواعد اللغه العربيه عمي التراقص شلون ولك ايش قلت ايش قلت؟ قلت انه تنصب المبتدا لا 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 قبل هالكلمه ايش قلت؟ او ترفع الخبر ايه عمو الشرطي ايه اقول لك ماكو انه يعني تصير مثلا انه الشرطيه اتخشى شلون ولك؟ الشرطه طلبتها شرطيه شهس على حكايتك هسه السلك يطوع نسوان وانا ما ادري موز اي مو هي لازم انه تنصب الاول او ترفع الثاني لازم تصير ان الشرطيه ولك تحيه تنصب بكيفها عمي ايش مالك توليت الولد شهو ايش قال لا 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 ما يبارد على قلبك يا صوينيه كل شي ما قال بس ربك ما جابها على العريف شاقلب عريفه بويا وروح ابوي السودن وهسد بخيوطي جا انت الا تحكي انا قلت بس قلت انه تنصب المبتدا احترق ابو انه ولك هي بقيب هذا تنصب شفت هاي سوالف انه جا انت الا جيب طاريها حرفيا بويا وروح جدتي نوفا يل انه تحرم.